السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة على قناة خليل المعلوميات. قناتنا تختص بجديد الربح من الانترنت وكذلك التطبيقات. لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد ان شاء الله. سنبدأ اليوم ان شاء الله بتقديم سلسلة للربح من التليجرام بدون ايداع وبدون احالات، فقط نستغل البونص اليومي يا إخوان. اليوم وصلني سحب من بوز تيليجرام ب50,000 ساتوشي، 2.77 دولار على محفظتي على البلوكشين، وصلني قبل قليل فقط. سنذهب إلى لنشرح هذا البوت. هذا هو البوت إخوان، بيتكوين بنك مينينج. يو ويدراو بيتكوين تمت بنجاح. سحبت 50,922 بيتكوين على محفظتي، وصلني السحب فقط. الآن انظروا هنا يا اخوان، الساعة 2:08. سنذهب إلى الإيميل. انظروا يا إخوان، هنا وصلتني رسالة على بريدي الإلكتروني بلوكشين بايمنت ريسيرف، تم التوصل بالأموال. سنذهب إلى المحفظة لأريكم الإثبات، وها قد توصلت بالأموال من التليجرام. اثنان هنا في البيتكوين 2.78، اضغط على بيتكوين هكذا. منذ 49 دقيقة تم التوصل ب 50,922. هذا هو 25 أبريل 2019 على 2:08 كما قلت لكم في التليجرام. سنذهب لأريكم طريقة العمل بهذا التليجرام. ستجد رابط البوت تليجرام أسفل الفيديو، وإذا لم يكن لديك تطبيق تليجرام يمكنك تحميله من البلاي ستور، وأنا سأضع لك رابط تحميل تليجرام. عندما تضغط على رابط البوت يعطيك تضغط على كلمة ستار، ثم تتوجه إلى كلمة مينينج هكذا، ثم تضغط على withdraw، ثم تضغط على payment order. هنا يقول لي اكتب المبلغ الذي تريد سحبه. أنت أول مرة لك في البوت، يقول لك أدخل محفظتك على البيتكوين. عندما تدخلها تضغط على أونتخي هكذا، تضغط على أونتخي هنا، يقول لك تم إدخال المحفظة بنجاح. نعود إلى نستغل البونس يا إخوان، نضغط على كلمة بونس. عندما نضغط على كلمة بونس يعطينا كل يوم نسبة من الساتوشي. أنا أخذها، لا يمكنني أخذها إلا بعد مرور 24 ساعة. كما يمكنكم زيادة أرباحكم من الريفيرول. فأنا كنت أستدعي أو أجلب الإحالة من جروبات أجنبية في التليجرام، سأضعها لكم أسفل الفيديو لكي تقوموا بنشر روابطكم. تضغط على get referral link هكذا، وهذا هو رابط إحالتك، تقوم بتوزيعه. كل شخص يدخل أنت تربح عليه 5 ساتوشي، نعم هنا، و30% من أرباحه. عندما تطلب السحب سيطول، هو سيقول لك 24 ساعة لكنه سيطول أكثر. إذا لم تتوصل بأرباحك بعد 48
ساعة، تضغط على سيبورت هكذا، تقوم بالتواصل معهم، تضغط على نيو تيكت هكذا، وتكتب لهم لما أتوصل بأرباحي، وبعد ذلك ستتوصل بأرباحك إن شاء الله. كان هذا درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله أتمنى أن يعجبكم، وادعوا لنا يا إخواني بالشفاء، فلدي مرض بهشت. ولا تنسوا لايك للفيديو وتعليق تحفيزي، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.